انا هنا لانه كندير واحد البرنامج جديد بدينا الاسبوع اللي داز سميتو لانسبكتور رمضاني، كنديروا لانسبكسيون. سمعنا بانه كاين مشكل في الاسعار وكان وقع واحد شويه الجدل على واش كاين الوفره واش كاين السلعه واش ما كايناش، وشفتوا نتوما الصور من بعض الاسواق في الايام الاخيره اللي الناس ملهوفين كلشي غادي كيتقدى. جينا نشوفوا واش فعلا كاين مشكل في الخضره ولا ما كاينش، وبان بانه المشكل ماشي في العرض، يعني السلعه موجوده، ولكن المشكل هذا الاقبال هو اللي خلى ان الاثمنه كتطلع بواحد النسبه معينه. ما كرهتش نكون نوقف داري، والله ما كرهت، ولكن كنحاول على الاقل الناس اللي كنعرفهم نقول له يبقى في الدار، ما يخرجش الا للضروره. انا كنبقى في داري الا للضروره، لان اصلا مع خليك في دارك في الايام العاديه فما بالك في هذا الوقت. الله يقدرني، هادشي اللي غادي نقول لك، الله يقدرني نعاون اللي قدرت نعاونه. هذوك كاين واحد العينه للاسف، وماشي كلهم، كاين الناس اللي مشاركين في هذه الحمله ومشاركين في التعبئه والتوعيه، ولكن كاين ناس اخرين الله يهديهم اللي كيهتموا غير بالسبونسورينغ ولي بارتناريا وشنو غادي يجيبوا الفلوس ولي ويكاند ولي بون داشا وداكشي كامل. نقول لهم الله يهديكم على بلادكم في هذه المرحله، والله يهديكم على نفوسكم، حشومه وعيب وعار من باب الانسانيه، انه الانسان على الاقل اللي ما قدرش يعاون ماديا يعاون بشي ميساج زوين. المهم السينيال ما نقدرش نتفق ولا نختلف، كل واحد حقه، ولكن انا عبرت على موقف ما عجبنيش انه ذاك النوع ديال الخطاب يكون رايج، وعبرت عليه بواحد المهم كنت معصب شي شويه، ولكن كان خاص يتقال ذاك الشيء اللي بزاف الناس عبروا على انهم متفقين مع ذاك الموقف. هذه مره اخرى كنقول كل اللي ما قدرش يدير ميساج زوين على الاقل يسكت في هذه المرحله هذه. ابني الحال والله العظيم الا واحد تبوريشه البارح فاش شفت ذاك الناس وكيصيفطوا لي لي فيديو وكيبارطاجي والنشيد الوطني وكاين اللي كيصفاخ وكاين اللي كيحيي، والله العظيم الا خططني واحد تبوريشه لا تتصور، وكنظن مازال غادي يجيو مبادرات زوينه بزاف شوف اللي كيقول لك رب ضاره نافعه. المغرب كنقول لهم منذ سنوات كيف كنعقل، انا ما عمري عقلت على عشنا شي لحظه من التحديد نستغلوا هذه الفرصه ونهزموا هذا الميكروب ديال كورونا بطريقتنا. غنفوتوها ان شاء الله، غنفوتوها، انا عندي اليقين بان هذه البلاد عندها البركه ديالها، ان شاء الله غادي يدوز كل شيء على ما يرام. اللي كنقول لهم الله يكون في عوانكم، الغربه صعيبه، وملي كتكون بحال هذه الظروف كتكون اصعب. دعيو مع بلادكم، دعيو مع خوتكم، وحضوا نفوسكم، وان شاء الله غادي يدوز هادشي كله، وغادي يجيو الكونجيات، وغنتسناكم تجيبوا لنا قريعه الريحه والصابون معكم اللي تجيو. هذا مكان، تبارك الله عليكم.